معانا الأستاذ مرضي من القاهرة. أيوة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. والله أنا عندي سؤالين في الدين. اتفضل يا سيدي، اتفضل. إحنا 8 إخوات. طيب. 5 شقق و3 مش شقق، من الأب واحد كلنا إحنا 8. نعم. ليه أنا أخونا الكبير من إخواتي 3 حرمنا من الميراث بتاعنا لأكتر من 20 سنة؟ بأمارة إيه؟ كل ما نطلب حقنا. طب هو الميراث ده في شكل ايه؟ الميراث ده قطعه ارض خارج البلاد، خارج مصر. اه، واحنا طبعا عايشين في بلدنا هنا ومستقرين هنا، هم في الخارج. فهو اللي عنده الارض دي اللي يقدر يبيعها ويوزع الميراث. هو اللي مسيطر على هو مسيطر كل لينا 20 سنه بنجري على هذا الميراث. طيب ارفع عليه قضيه. والله مش هتنفع قضايا ومش هتنفع حاجه. ليه طيب؟ احنا مقيمين في مصر وهم في بلد تانية. طب قانون البلد التانية دوت مش هيسمح له، اذا كنت انتم مستحقين ده قانونا مش هيسمح له ان هو يعمل كده. والله فضلتك احنا مش عايزين نخش في نزاع وفي قضايا، انا بستسمحك توجه له رسالة امام الله. طيب حاضر، على عيني. بص اتفضل. في حاجة سؤال تاني؟ السؤال التاني، انا نعم ربنا عليا كتير جدا. وكل لما بقع ربنا بيقومني، وكل ما بروح في مشوار ربنا بيسخر لي الناس يقفوا جنبي في كل شيء. طيب. بس انا مش ملتزم مع ربنا. هقول لك تعمل ايه عشان تستطيع ان انت تستثمر النعم اللي عندك دي في تحسين علاقتك بمولانا سبحانه وتعالى. اول سؤال، انا في الحقيقه شايف ان للاسف في كتير من الاحيان بقى الكلام لا يجدي. ليه طيب؟ اكيد انت كلمته، بس انا هقول له، انا هقول له ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم كلمك وقال لك ان المال اللي انت واخده ده ولو كنقيض شبر ستطوق به في النار اذا ظللت على الحال اللي انت فيه ده. مش هقول لك كده بس، حضرة النبي قال للشخص اللي هو بياخد حق اخيه في المنازعة، قال فمن قطعت له حق اخيه فقد قطعت له قطعة من النار، فليأخذها او ليدعها. فانت عندك قطعة من النار، تطفيها ولا تفضل انت عايش في جحيمة وفي لاهبة؟ وعلى فكرة جحيمة ولاهبة مش لازم يعني يبقى خسارة في المال، ممكن يبقى في خسارة في حاجات كتيرة. أهم حاجة انت لازم تعرفها ان في خسارة فيما بينك وبين الله، وهذا أعظم الخسائر في حياة الناس. فاتق الله حتى تربح عبد من عباد الله، لأن انت لما تأكل المال الحرام بتخسر ذلك العبد. فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واتق الله في مال أخيك. الأمر الثاني، مسألة النعم دي المسألة ببساطة خالص، أنت لو مقصر في حق الله أول حاجة حافظ على الفرائض، ثم اجعل بينك وبين الله سر، يعني اجعل عمل صالح لما تعمله يفتح قلبك إلى الله. شوف أكتر حاجة بتقرب قلبك من الله إيه وكترها، وإذا ما كانش فيه ده كتر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان حاول تحسن إلى أهل بيتك إحسان رقيق القلب. كل الحاجات دي هتقرب قلبك من ربنا كتير أوي.